مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صباح الخير البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. شوفوا الحادقه، ها نتوما شفتيو الحادقه؟ هادشي كله تابعني نطوعيه ونرجعوا لبلاصتو. شفتيو دابا غادي نمشي باش نزول الحوايج من لا ماشين ونطلعو من السطح. ها نتوما يلاه طفات لي دابا، نزول هاد الحويجات. فيه انا دابا بنت ليكم، المهم يلاه عاد هبطت من السطح. بغيت نقول لواحد المتتبعه ديالي بغات تعرف لي فون دو تان اللي كنستعمل. المهم انا غادي نوريهم لكم. المهم هنايا بالنسبه نزول هذا، هنايا بالنسبه كنستعمل دوان هذا ديال اوريفلام. عندي هذا وعندي هذا، كنخلطهم بجوجهم على حساب باش كنعطي الدرجه ديال اللون ديالي. وعندي هذا جيورداني سي سي كريم، هو ديال اوريفلام. وعندي هذا ديال فيريم، تا هو ديال اوريفلام. وعندي هذا ديال اوبتيمال سي سي كريم، حتى هو ديال اوريفلام. هذا علاش تنستعملو، بلاتي نقرب لكم باش يبان لكم. ما باش يبان مزيان. المهم هو هذا، ها هو بان. هذا بالنسبه علاش مزيان ديال لي طاش اللي كيكونوا زعما في الوجه وداك الشيء، يعني منه سي سي ومنه في نفس الوقت يعني كي يداوي زعما داك لي طاش وهادي. وديجا في اس بي اف ديال 20، يعني ديجا تقدري تخرجي بها هكا في ليامات ديال البرد بلا ما ديري ليكرون. وعندي هذا ديال جيورداني ديال اونتي اج، حتى هذا كنستعملو. وعندي هاد البيبي كريم، هادو هما لي فون دو تان اللي كنستعمل. خلاص هادي حتى هي ديال. وبالنسبه لي كوريكتور كنستعمل هاد الجوج هادو ديال دوان. المهم الاكثريه اللي كنستعمل هو هادو، هاد جوج قراعي ديال دوان، لان صراحه مزيونين بزاف بزاف بزاف، تيعجبوني، هما اللي كنستعملهم الاكثريه. وهذا مره كنستعملو، كي حتى هذا زوين. في هادشي اللي كنستعمل. المهم دابا غادي نمشي باش نصوب الفطور، لان غادي يجيو عندي الضياف وغادي يجيو من فاس. غادي نمشي نوجد شي حاجه، والله ما عرفت شنو، مازال ما غاديش زعما ما عرفت شنو غادي نوجد. المهم هاتوا معايا، ولكن 100% غنمشي دابا ندير البيني. المهم هنايا درت جوج ليفات هكذا صغارين ديال الفرص. المهم كل واحد يدير على حساب الكميه ديالو. وغادي ندير بيضه وحده، وفانيا، وخمارة وحدة حمرة، شوية ديال الملحة، شي جوج معالق كبارين ديال سنيدة، شويه ديال الزيت تقريبا شي ربع كاس. هنايا غادي ندير شي معلقه صغيره عامره ديال الخميره، وغادي نخلطها
مع كاس ديال الحليب اللي غادي يكون دافي، وغادي نعجن بهاد الحليب هذا. بغيتو ديروا الحليب غبره ديروا حليب غبره وخلطوا بالماء. انا هنايا غادي نستعمل نخلط بالحليب، نجمع العجينه ديالي بالحليب. هنا البنات ها هي خمرات لي شي شويه، المهم على ما تعجنات خليتها خمرات تقريبا واحد ربع ساعه. غادي نحاول نخرج منها هذاك النفس اللي فيها لداخل وصافي ونطلقها. صافي دابا غادي نديرها هنايا ونطلقها. صافي دابا من بعد ما طلقتها غادي نقطعها، نقرب هكا الكاس وعاد كنرشم، حيت ملي كندير وحده هنا وحده هنا وحده هنا كتشيط لي بزاف ديال العجينه. دونك دابا كنحاول بما امكن ما نضيعش كاع العجينه باش ملي نجي نطلقها تجيني سهله. صافي هذا كاين. بغيت نقول لواحد المتتبعه قالت لي راكي كتخدمي فوق الكونجيلاتور يقدر يضيع لك ولا، وقال لك انا من نهار شريت الكونجيلاتور هو اللي كنخدم فوق منه، راه كيجيني ملس كيجيني براتيك فيه كنخدم دائما، وحتى ملي كنمشي لدار ماما عندها الكونجيلاتور بحال هكا وضايل عليه كنخدم عليه، كنطلق العجينه نطلق الورقه نطلق اي حاجه وكنخدم عليه، كيجيني ساهل مع هكا كيزهق كيجيني ساهل وتسخير من الله. شوف الحاجه الا كانت غادي تفسد راه مكتابه تفسد، واخا تحاولي عليها وديري لها كلشي، ولا كانت مكتابه بانها غادي تصبر راه غاتصبر، واخا عاوتاني ما عرف شنو ديري عليها. المهم نشوف انا غنكمل على هاد الطريقه هادي كامله، غادي نساليهم ونديرهم في هكا نغطيهم بشي غطيوه باش يرتاحوا شي بلاطو ولا شي حاجه، وندوز باش نصوب معاكم الحشوه ديال المليويات، وفي نفس الوقت نعجن العجينه ديال الملاوي. خلاص العجينه راها سهله كلشي كيعرفها، غير الطحين ومخلط وملح وشويه ديال خمارة العروسه شويه ثاني دابا باش يجيو ذهبيين وصافي. هي الحشوه واحد البصيله هكا شلتها وخليتها هكذا على ما ذبات لي في زويته، ومن بعد دابا غادي نزيد عليها خيزو محكوك. المهم انا درت جوج خيزويات محكوكين، نخليه تقريبا واحد جوج ديال الدقائق، ومن بعد غادي نزيد عليه قرعه حتى هي محكوكه. صافي هنايا كيف ما شفتوا ها هو من بعد ما دبلي غادي نزيد قريعه وحده محكوكه. المهم على كلها البنات وعلى حساب الكميه اللي باغي يدير. دابا انا هنا ما كنديرش الكميه بزاف، كندير يعني غير ما يتنكل هذا النهار وصافي. دابا غادي نزيد شويه ديال الملحه، غير كثروا شويه حيت عاد غادي نزيد الشعريه الصينيه. شويه ديال الابزار لا صافي من الفيديو ما اكتبه. صافي هادشي اللي غادي ندير، ما غادي ندير حتى شي حاجه وحده اخرى، غنخليهم يتشحروا مع بعضياتهم على ما طيب لي داك القريعه، وداك الساعات عاد غادي نزيد الشعريه الصينيه. دابا الشعريه الصينيه غادي نمشي نخوي عليها شويه ديال الماء سخون باش نزيدها هنايا. هيا هيا من بعد ما طابت لي دابا غادي نزيد عليها هاد الشعريه ديال الشينوا، صافي دابا غير غادي نخلطها. راه طافي عليها البوطه ماشي راها فوق البوطه،
مهم صافي ونعمر المليون. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. كل في عاد فطرنا دابا، مازال ما خملتش الطبلة، جلست شويه شرت احيت، بعد غادي نوض ندير العشاء. ما عرفتش صراحه شنو غادي ندير، المهم كيبان لي نمشي ندير شي دجاجة في الفران، هادشي شنو كيبان لي. ونسينا ما شريناش الخبز، دونك غادي نعجن، ندير بحال شكل ديال البطيطات حيت هما اللي دغيا غادي يوجدوا. صافي هذا ما كان مهم من قبيله، وانا كندي شويه من فوق الطبله ونغسلهم، ندي شويه ونغسلهم باش هكا ما نحش بهم كاملين. صافي هذا ما كان مهم، هانتوما معايا. لا راني درت الخبيزات ديالي داك بحال شكل ديال البطيطات كيتعجنوا، وجبت هذه اللي دايرها بالاعشاب المنسمه. غادي نسلقها نص، ماشي غنسلقها، نفورها نص تفويره، ومن بعد صافي. هنايا من بعد ما فورت نص تفويره الخضرة ديالي هي وداك النص ديال الدجاجه، غندير لهم هكا من الفوق شويه ديال الملحه، لان ديجا داك الدجاجه كنت نسناها بالاعشاب المنسمه. وغادي ندير شويه ديال الابزار، ندير شويه ديال الصوجا، ندير شويه ديال الازير، صافي، شويه ديال الزيت الزيتون، صافي، وندخلها للفران تكمل لي.
كل بنات مهم نسيت بانني ما نصور لكمش، راكم كتعرفوا ملي كيكونوا الضياف في الدار وهادي وهادي، وعاد كاين العشاء، عاد تصل معانا، عاد هادي مهم. يلا عاد تفكرت باش نشد هاد الروتين او هاد الفلوج. غادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى نتلاقاكم ان شاء الله غدا. يلا تصبحوا على خير، باي باي.